السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هيا يا خالتي، اليوم إن شاء الله راح نديرو استنساخ المعلومة الوراثية الموجودة على مستوى الأرضية. نحلو الكتابة تاعكم صفحة 16. قبل راح نعطيكم معلومات ليه ليه. المعلومة هذه تقول انه المكونات الكيميائية لجزيئة الار ان ام، يتكون جزيئة الار ان ام من سكر الريبوز عادي، ماهوش منقوص الاكسجين، ماهوش منقوص الاكسجين عادي، ويتكون من حمض الفوسفور واربع قواعد ازوتية. عندي القواعد الازوتية هادو منقسمين، عندي الزوج هادو وعندي الزوج هادو. الزوج هادو الايو سي، الزوج قواعد ازوتيه هادو نسميهم قواعد ازوتيه بيريميدينيه. ها، قواعد ازوتيه بيريميدينيه. والزوج هادو نسميهم اللي هما الا والجي، نسميهم قواعد ازوتيه بيوريه. هذه الاولى. ثانيا واش عندنا؟ عندنا انه شوفوا، عندنا انه المكونات الكيميائيه لجزيئه الاران ام عند الاماهه واش الكليه، كاين مه جزيئة الاران ام كليا، نتحصل على واش؟ نتحصل على سكر ريبوس ماهوش منقوص الاكسجين عادي، ونتحصل على حمض الفوسفور، ونتحصل على اربعه قواعد ازوتيه اللي هما الا والاي والسي والجي. وكاين مه الاران ام جزئيا بواسطه انزيم الاراناز، نتحصل على اربع قواعد ازوتيه اللي هما الاي والا والسي والجي. نروح فورا لهنا. استنساخ المعلومه الوراثيه قال لي لغرض نقل النسخه لغرض نقل نسخه من المعلومه الوراثيه من النواه الى السيتوبلازم، تحتاج الخليه الى استنساخ المعلومات الوراثيه الموجوده على مستوى جزيئه الاضيان مورثه واحده او اكثر لنقلها من السيتوبلازم في صوره ار ان ام، في صوره الار ان ام. نورمالمون كتصويره واضحه. قال لي فكيف تتم عملية استنساخ المعلومة الوراثية؟ لإظهار ذلك ننجز الدراسة التالية. الدراسة هذه راح تقول لي المقارنة بين جزيئة الأديان والمقارنة بين جزيئة الار ان ام. على حساب واش راني نشوف؟ يختلف الأديان على الار ان ام في عدد السلاسل، بحيث كاين سلسلتان في الأديان وسلسلة واحدة في الار ان. هاي سلسلة واحدة في الار ان، هم سلسلتان في الأديان، هذه وحدة وهذه وحدة. والاختلاف في التركيب الكيميائي لسكر الريبوس، بحيث سكر الريبوس وين راح، هاو سكر الريبوس تاع الاران ام او عادي ماهوش منقوص الاكسجين، بينما سكر الريبوس تاع الاضيان منقوص الاكسجين. والاختلاف ايضا في نوع في نوع احدى القواعد الازوتيه اللي هي عندي قاعده مميزه للاديان اللي هي التايمين، والقاعده المميزه للارن ام اللي هي اليوراسيل، هذه الاي اليوراسيل تاع الارن ام، وتايمين تي تايمين تاع الاديان. هذه هي برك الاختلافات. نروحوا لهنا فورا. هذا التجربة طاحت في الباك، على ديك ركزوا ركزوا فيها مليح، ركزوا فيها. التجربة هذه طاحت في الباك. ملاحظة عملية الاستنساخ بالمشال الإلكتروني وش هي؟ تمثل وثيقة صورة بالمشال الإلكتروني بتكبير قوي حدوث بتكبير قوي حدوث عملية الاستنساخ، بالإضافة إلى رسم تخطيط توضيح مكبر للجزء المؤطر، هذا الجزء المؤطر هو الرسم تاعو للجزء المؤطر من الصورة. من تحليل صورة المشال الإلكتروني حدد اتجاه الاستنساخ مع تعليل ماذا تمثل العناصر، أو باقتراح تسمية للعنصر. با شوف الصورة، شوف الصورة، لو واضح بزاف في التليفون اكا راح تشوف هاو خيط منتصف، هاو خيط، هذا هو خيط لاضيان يعني اللي منتصف هاو حطه لك، والخيوط هذه الصغيره اللي قاعده تخرج منه كل ما قاعدين نمشي وهك الا وقاعد تزداد حجم الخيوط. الخيوط هذه الصغيره اللي قاعده تخرج منه قام قال لك هذه هي خيوط الاران، قال لك هذه المنطقه ماهيش مستنسخه، هذه المنطقه ما نسحقوهاش ما نستنسخوهاش. مثلا المنطقه هذه تعبر لي على بروتين واحد اخر، وحنا حابين ننسخو بروتين معين متواجد لهنا في الاضيان ومتواجد لهنا، فراح نستنسخو هذه وهذه. الجزء المؤطر هاو التكبير تاعو. شوف عندي النقطة هذه اللي هي لارين بوليميراز، وعندي حاجة قاعدة تخرج منه اللي هي لارين، طبعا لارين ام، وعندي هذه الالف، اذا الف اضيان با ارن ام، والنقطة هذه اللي هو لارين بوليميراز. لارين بوليميراز
حدد اتجاه الاستنساخ. اتجاه الاستنساخ منا حتى له، نحط هذه من 3 فتحة، نحط هنا 3 فتحة، ونحط لهنا 5 فتحة. هذا هو استنساخ، هذا هو اتجاه الاستنساخ. باسكو علاه؟ باسكو كل ما ني قاعد نطلع، شوفوا لو تلاحظوا، كل ما ني قاعد نطلع الا وقاعد الا وقاعد يزيد، واش الا وقاعد يزيد طول سلسله لاران ام. سما كيبدا من الطول تاعها كان شويه، هو يمشي بالطول تاع سلسله لاران ام يزيد، هو يمشي بالطول تاع سلسله لاران ام يزيد على هذيك الاتجاه، من 3 فتحة حتى لهنا 5 فتحة. اذا بالنسبه لتسميه العنصر بار راني قلتها لكم اللي هو الاران ام، باسكو هو اللي يستدخل لاران بوليميراز، هو اللي يعمل انزيم لاران بوليميراز على استنساخ. نروحوا لهنا فورا، اظهار دور انزيم لاران بوليميراز. لاظهار دور الانزيم لاران بوليميراز تم في تجربه استعمال مركب الالفا امانيتين المستخرج من فطر السام المعروف باسمه العلمي، هذا هو اسمه العلمي اللي هو امانيتا فالواد، نورمالمون راني نطقته صحيح والله اعلم. هذا مركب هو مطبط نوعي لانزيم لاران بوليميراز. قال لك هذا الفطر عنده ماده اللي هي المركب هذا اللي هو الالفا امانيتين، هذه الالفا امانيتين مطبط نوعي لانزيم لاران بوليميراز. النتائج تمثل، ها هو الفطر، شوف لاران ام، شوف تشكله كانت في نسبه 100%، وهذا تركيز الالفا امانيتين. وش هي هذا التركيز؟ سماو قاعد يزداد، شوف 10^4 3^2 1 10، درك 10^1 قادي، وشي قادي يصرى له تركيز الالفا امانيتين قادي يزداد. الالفا امانيتين هذا لما قد يزداد التركيز تاعو، كل ما كان تركيز تشكل لاران ام، كان تشكل لاران ام شوف عالي جدا 100%، كل ما قد يزيد تركيز الالفا امانيتين كل ما قد ينقص تركيز واش تركيز لاران ام المتشكل. كل ما قد ينقص لاران ام المتشكل، كل ما قد ينقص لاران ام المتشكل حتى انعدم، حتى انعدم. قل لي ما هي المعلومه التي يمكن استخراجها من تحليل المنحنى؟ نقولوا المعلومه التي يمكن استخراجها من تحليل المنحنى هي ان لاران بوليميراز ضروري لعمليه استنساخ لاران ام. لاران بوليميراز ضروري لعمليه استنساخ لاران بوليميراز، يعني ضروري لعمليه استنساخ لاران ام. ولا نقولوا المعلومه التي يمكن استخراجها من المنحنى هي ان انزيم لاران بوليميراز هو انزيم المسؤول عن استنساخ لاران ام، ولا هو الانزيم المسؤول عن عمليه الاستنساخ. نروحوا هنا فورا، تفاصيل حدوث عملية الاستنساخ. توصلت الدراسات العديدة والإنجاز والأبحاث العلمية إلى اكتشاف العديد من التفاصيل حول كيفية حدوث عملية الاستنساخ. الوثيقة 4 توضح بعض هذه التفاصيل. شوف هاي منطقة البداية ومنطقة النهاية، هاي بداية المورثة منين حيبدأ انزيم لاران بوليميراز يستنسخ، وهاي نهاية المورثة. شوفوا خاوتي، كل ما يتوضع انزيم لاران بوليميراز ويمشي الا يتفك الالتفاف تاع سلسلتي لاران ام. قاعدين تشوفوا فيها ملي يكونوا ملتفين حول بعضهم البعض، مثلا كيما هكا، ها يكونوا مثلا كيما هكا، يعني سيء في الرسم، المهم يلتفوا، ها يولي يزال الالتفاف. ها هذا مثلا لاران بوليميراز، شفت يزال الالتفاف، تكسر الروابط الهيدروجينيه اللي تربط لي القواعد الازوتيه ولا النيكليوتيدات مع بعضهم البعض. شوف ها ازال الالتفاف، طريق كسر واش كسر، تدخل انزيمات نوعيه تقوم بكسر الروابط الهيدروجينيه اللي تربط بين النيكليوتيدات، الاثر تربط مع التي، انا فلاضيا يعني على ديك نقولوا تي ا مع التي والسي مع الجي، الآن مع التي بزوج روابط هيدروجينية والسي مع الجي بثلاثة. شوف ها هي الأولى، هاي المنطقة الأولى وهاي المنطقة الثانية، يا هاي المرحلة الأولى وهاي المرحلة الثانية، هاو لاران آم، تكبير منطقة الاستنساخ هاو التكبير تاعها. قاعدين نعد لك، شوف هاي من 3 فتحة ل5 فتحة، وتقول لي علاه مش من 5 فتحة ل5، مش من 5 فتحة ل3 فتحة هذه. نقول لك أخويا ركز، احنا ويهمنا تاع السلسلة المستنسخة، شوف هاي السلسلة المستنسخة تبعها، اوب ها هي من 3 فتحة ل5 فتحة. استيطال جزيئة الار ان ام، ها هي انتهاء تركيب الار ان ام، وهاو هاو انتهاء تركيب الار ان ام، وهاو عندي الار ان بوليميراز.
درك احنا وش يهمنا؟ قال لي استخرج العناصر الضروريه لحدوث الاستنساخ، او نقول طول شروط عمليه الاستنساخ. اذا عناصر ضروريه لحدوث عمليه الاستنساخ هي اربعه: واحد جزيئه اديان او مورثه دورها هي التي تحمل المعلومه الوراثيه تاع المسؤولة عن تركيب بروتين. زوج عندي انزيم لاران بوليميراز دوره هو استنساخ المعلومة الوراثية. ثلاثة أربع قواعد أو أربع نيكليوتيدات حارة موجودة في النواة دورها هي التي هي التي تلعب دور وحدة، ما نقولش وحدات بنائية، نقول أحسن نيكليوتيدات حارة موجودة في النواة دورها تدخل في تركيب جزيئة لاران أم تقع على شكل أتيبي يستعملها انزيم لاران بوليميراز في عملية الاستنساخ. هادو هما شروط عملية الاستنساخ. دونك راح يقول لي اذكر مراحل عملية الاستنساخ سهلة. إذا مراحل عملية الاستنساخ عندي أول مرحلة لها اللي هي مرحلة الانطلاق. ما هي مرحلة الانطلاق؟ مرحلة الانطلاق يتثبت لي انزيم لارين بوليميراز في موضع بداية النسخ. هاو متثبت أو راح يتثبت هنا في موضع بداية النسخ، بداية المورثة، وتنكسر الروابط الهيدروجينية التي تربط بين القواعد الأزوتية بسلسلتي الأديان، فتنفتح السلسلتي لتتوضع النكليوتيدات الريبية العادية غير منقوصة الأكسجين بالتوافق أمام النكليوتيدات الريبية منقوصة الأكسجين للمورثة حسب تكامل القواعد الأزوتية. تسمى سلسلة الأديان التي تم استنساخها بالسلسلة المستنسخة. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الانطلاق. مرحلة الاستطالة، تتواصل عملية النسخ مع حركة انزيم لارين بوليميراز على طول المورثة مما يؤدي إلى استطالة جزيئة لارين أم. مرحلة النهاية، عندما يصل الانزيم لارين بوليميراز إلى نهاية النسخ تنفصل جزيئة لارين أم في حين تنغلق سلسلتي لاديان. شوف هاي انفصل جزيء لارين أم في النهاية وانغلقت سلسلتين تاع لاديان، ولا هنا هاي مرحلة الاستطالة. كل ما استمر في يعني يتقدم ويبقى يقرأ التتابع تاع القواعد الأزوتية كل ما زادت استطالة جزيئة لارين أم. كنت لاحظت في مرحلة البداية قلت مما يؤدي إلى بداية تشكل سلسلة لارين أم عند توضع لارين بوليميراز على بداية المورثة وبدأ في قراءة تتابع القواعد الأزوتية وغير ذلك، مما يؤدي إلى بداية، لازم تقول له بداية تشكل، واش تقول له بداية تشكل جزيئة لارين أم، وفي الاستطالة تقول له مما مثلا مما ينتج عنه ولا، وبالتالي زيادة أو وبالتالي استطالة جزيئة لارين أم، وفي النهاية تقول له عندما يصل لارين بوليمراز إلى نهاية المورثة. ينفصل باين، ينفصل لارين أم، ينفصل لارين بوليميراز، يعاد تشكل ارتباط الالتفاف الحلزوني لسلسلة الأديان وغيرها. قال لي العلاقة بين الأديان والآر إن أم المستنسخ، توضح الوثيقة خمسة قطعة من جزيئة الأديان وقطعة من جزيئة الآر إن أم الناتج بعد الاستنساخ. راح تلاحظ باللي القواعد الأزوتية تاع واش المشكلة لجزيئة الآر إن أم، نيكليوتيدات المشكلة لجزيئة الآر إن أم، ولا نقول القواعد الأزوتية، راح تلاحظ انه واش راح تلاحظ باللي كاين واش تكامل بنيوي بين القواعد الأزوتية. علاه؟ باسكو لارين بوليميراز كي ينسخ لي لاديان ينسخو حسب مبدأ التكامل في القواعد الأزوتية. هكا على هذيك راح تلاحظ تكامل، وجود تكامل في القواعد الأزوتية، وجود تكامل ما بين التي والأ والسي والجي والجي وسي، حتى كي نوصل لهنا برك للتي نحط الأ، وكي نوصل للأ ما نقدرش نحط التي باسكو في جزيئة لارين أم ما كانش تي، إذا مش نحط راح نحط الأي. ديروه وكملوه وحدكم هذا وسهل. أنا قلت لك التي مع الأ نورمال، تي ما دام في جزيئة لهنا في تاع لاديا نورمال، تي مع الأ، الجي مع السي باينة، والسي مع الجي باينة، كي نوصل للأ ما نقدرش نحط هنا تي باسكو راني في لارين أم، إذا راح نحط أي في لارين، يعني ما نحطش تي. نمذجة اصطناع جزيئة لارين أم. ها عادي تزيد تقول لك باللي كاين تكامل بنيوي بين القواعد الأزوتية. شوف الأ وشوف التي، وين راحت التي؟ احنا وقال لك جزيئة لارين أم برك، إذا ماكش راح تلقى التي، راح تلقى برك السي والجي والإي والأ. شوف الإي وشوف الأ، يركبوا ولا ما يركبوش؟ يركبوا. وشوف السي والجي، هذه هي ملخص الشيء اللي محطوط لهنا. نروحوا لعملية مرحلة نضج الآرين أم، وخلصنا بعد الوحدة، خلصنا النشاط هذا. مرحلة نضج الار ان ام خاوتي تبعوا لهنا، كاين اللي يقول لك مش داخلة وكاين اللي يقول لك داخلة، انا راح نمد المعلومات ويسهلة. شوف لما يتم الاستنساخ لأول مرة، تبعوا لهنا، لأول مرة راح يتم الاستنساخ،
ها مش لي أول مرة يعني، فور نوضج ها ولاديان، هاو خلصنا الاستنساخ، هاو خيوة مربوط مع بعض، هاو خلصنا الاستنساخ، هاي نتجت لنا واش انفصل جزيء الارن ام وراح لارن بوليميراز، هذا هو انزيم الارن بوليميراز، هذا اللي يهمنا احنا اللي هو انزيم الارن، يه اللي هو ارن ام ومش انزيم، هذا هو اللي انزيم، انزيم تاع النسخ، انزيم ارن، انزيم الارن بوليا بوليميراز، هذا انزيم الارن بولي وهذا ارن ام، يكون طوله مساوي لطول سلسلتي لاديان. كي فور ما ينفصل على جزيئة لارين، فور ما ينفصل على انزيم لارين بوليميراز يكون انزيم لارين ام طوله، طول هذه يكون طول جزيئة لارين ام، طول جزيئة لارين ام مساوية لطولي جزيء مساوية لطول سلسلتي لاديان، مش وحدة شفت هذه مساوية لطول السلسلة هذه، وهذه مساوية بعد الطول، علاه؟ باسكو السلسلة هذه والسلسلة هذه مساويين في الطول، بالتالي ومادام سلسلة لاران ام راح تكون مساوية لهذه خلاص، إذا فهي مساوية لطول السلسلة هذه من لاديان والسلسلة هذه من لاديان. الآن تجي مرحلة النضج تاع لاران ام، في لاديان عندي قطع دالة، مثلا هذه هي القطع الغير دالة، ها واللي هنا عندي والباقي هادو هادو اللي بقاو كامل قطع دالين. في لاران ام كي يستنسخ بالقطع الدالة بالقطع الغير دالة، هذا هو الاستنساخ، نستنسخ لك كلش انا بالقطع بالدالة بالقطع الغير دالة. مرحلة النضج الاران ام واش تجي؟ شفتوا القطع الغير دالة اخي، هذا هو مادام كاين توافق، ها واش تجي؟ تجي انزيمات خاصة بالربط وانزيمات خاصة بالقطع، تربط لي القطع الغير دالة، تشكل لي قطعة عقدة على شكل القطع الغير دالة، شفتوا هذه شغل تهزها تربطها تعقدها وتزيد تعدي، هادو قطع دالة دالة اوب غير دالة تعقدها تزيد تعدي، هذه هي انزيمات الربط، قطع غير دالة تزيد تربطها، واش يولي؟ يولي هكا اوب، ها هاو قصار حجمه، شوف قد ما كان حجمه وطوله، وشوف قد ما ولات الطول تاع لاران ام. تجي انزيمات خاصه بالقطع، واش دير لي؟ تقطع لي هنا وتقطع لي هنا، تقطع لي هذه ها، تقطع لي هذه وتقطع لي هذه، اذا تقطع لي القطع الغير داله فيولي عندي ار ان ام هناك، ها هاو ها هو جزيئه الار ان ام تاعي جديده، هذا نقول له ناضج، هذا نقول له طلائعي، هذا نقول له ناضج، ولا نقول هذا غير ناضج، وهذا نقول له ناضج بالتمام. هنا شوف ها، شوف قاعدين نعت لك لهنا باختصار برك، هنا شوف ها القطع الغير دالة تم ربطوها، علاه؟ باسكو شوفوا خاوتي ملاحظة، كون تجي لي طفرة وراثية فلاديانا، فلاديان تجي طفرة وراثية فلاديان في القطع الغير دالة ما يصرى لك والو، علاه؟ باسكو ما تدلش، ما شوف القطع الغير داله ما تشفرليش على تركيب بروتين معين ولا حاجه كيما هكا تقيس في الكور. اما القطع الداله كون تجي فيها طفره تصرى فيك حاجه، يا اما تمرض يا اما تتشوه يا اما حاجه كيما هكا، يا اما ملي يكون البروتين تاعك وظيفي ولا غير وظيفي، حاجه كيما هكا، فهمتوا؟ شوفوا هاو تم ربط القطع الغير داله، وتجي انزيمات خاصه بالقطع تقطعها، ها شوف فاتم ربط، قاعد يقول لك شوف منطقه احاديه من لاديان، ها انزيم قاعد يقول لك اران ام مش انزيمه، اران ام ناضج، ها هو الازرق هذا، واديان السلسله المستنسخه وين راح الاحمر هذا، باه ما ندققوش فيها مادام قال لك مش داخله في البروغرام الله اعلم. ها شوف هاي القطعه الغير داله اللي تم استنساخها تعقدت، وتجي انزيمات خاصه بالقطع تقطع لي هذه ويولي عندي اران ام ناضج، ها هو كيما اللي حاط لك ازرق، ها قاعدين عاد تكلمنا بلي طول السلسلة تاع لاديان المستنسخة وش هو؟ يساوي كون نهز طول السلسلة تاع لاديان المستنسخة ونحي لها القطعة الغير دالة نلقى بلي مساوية في الطول لسلسلة لاران ام الناضج، قاعد تشوف هاو التساوي في الطول، وقاعد يقعد لك ها هي هذه كامل غير دالة كون نحيها، قال لك على هذيك دار لك الشكل هذا تاع الربط. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أنه لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد، صلوا على النبي، اذكروا الله وحمد الله كما العادة إن شاء الله. اليوم هذا السبت هبطت، نهار التنين يزيد يهبط الدرس، نديروا نهار التنين إن شاء الله راح نديروا الترجمة. بارطاجيو خاوتي الفيديو ماكسيموم تاعكم جزاكم الله خيرا، ثاني ما تنساوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.